سادتي مساء الخير واهلا بكم معنا في حلقه جديده من فكر ثواني واكسب دقائق. اعزائنا مشاهدينا عبر القناه الفضائيه المصريه، نحييكم ونتمنى ان نكون دائما مصدر سعاده للجميع. سادتي، الفقرة دي احنا بنستضيف فيها السيد مساعد وزير الداخلية اللواء فؤاد منظور مدير مرور القاهرة لحاجتين، والحاجتين مهمين جدا جدا لصالح الجمهور. اول من رحب بيك في فكر ثواني تاني. اهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. الجوابات اللي جات لنا من ضمنها شكاوى كتير جدا جدا من كل اللي بيعدوا على كوبري 15 مايو من بدايته من مطلعه من بولاق. المشكلة ان في المكان ده بالذات كل يوم في اكتر من حادث، في حارتين، واحدة بتنزل على الزمالك واحدة بتطلع على طول على المهندسين. في المكان ده بالذات زي ما حضرتك شايف بتطلع عليه العربيات وبيخبط في مدخل الكوبري نفسه، فهم عاوزين اي حاجة تنور هذا المكان، يتحط فيه علامة فوسفورية، يتحط فيه فانوس، زي ما انتوا عاوزين. بس المهم اللي جايين من بعيد يعرفوا ان في هنا تنبيه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا عملنا حديث في ميدان العباسية عند مسجد النور، والجمهور هناك برضو كان بيطالب بكوبري علوي للمشاة او اشارة مرور او حتى عسكري او ضابط يقف يهدي، يبقى سير المرور يهدى شوية عن المنطقة دي، لأن هناك في كلية الطب وهناك دار الشفاء وهناك في المسجد وقبل ما اطلع الكوبري. دول الحاجتين اللي احنا بنستضيف حضرتك فيهم عشان ترد. هو دلوقتي بالنسبة لسيادة الكوبري 15 مايو. أيوة. الكوبري المفروض ان هو بيشيد على مرحلتين. أيوة. اللي تم تنفيذه فعلا المرحلة الأولى. أيوة. لسه المرحلة الثانية جارية الشتاء. أيوة. وهي مش هيتم تنفيذها كلها مرة واحدة نتيجة عدم توافر الاعتمادات المالية. هو حاليا بيتم تنفيذ جزء منه، وهو المطلع اللي جاي من الكورنيش ويطلع يجي على الزمالك. أيوة. اللي هو هيبقى فوق كوبري أبو العلا القديم، وده الاتجاه المقابل لكوبري 15 مايو. يعني علشان كده الكوبري عشان كده الكوبري هو ضيق. كويس. يعني حضرتك بتطلب مننا ان احنا نتحمل يعني. تمام. طب ده فيها تمام. سنين. معلش في هو كل يوم في حادثه ما نقدرش نحط حاجه هنا. هو لو سيادتك شفتي في كات ايز محطوطه اللي هم محطوطين دول. أيوة. أيوة. بس نتيجه ان بلدنا اللي هم عين القطه بس. أيوة. نتيجه ان في تراب في بلدنا وساخه والمطر والاخره بيغطوها. سياده لواء فؤاد منظور،
يعني حضرتك بتقول ان دي عيون القطة وبيجي عليها تراب وبيجي عليها امطار، لكن مش في صيانة؟ هو المفروض سيادتك، المفروض ان فعلا هيئة العامة للنظافة فعلا بتعمل صيانة ونظافة للطرق، لكن زي ما بقول لسيادتك العلامات الأرضية دي بنقول عليها لغة الطريق. اللغة دي اللي بيتفاهم بيها مستخدم الطرق، محدش بيكلمه، زي العلامة المرور الدولية بتقول له، بتطلب منه أداء عمل معين أو الامتناع عن أداء معين عمل معين. كذلك الخطوط الأرضية دي لها مدلول، فلا بد إن قائد السيارة يفهم إيه مدلول العلامة دي عشان يقدر يستجيب له. بس العلامة دي ممكن تكون في وسط الشارع نفسه، لكن هنا في رصيف، المفروض فوق الرصيف يكون في علامة واضحة كبيرة، فانوس مثلا، إشارة حمراء، أي حاجة ممكن. إحنا بنحط العلامة طبقا لطبيعة المنطقة. لو سيادتك حطيتي هنا شمبندورة أو بردورة عالية هيخبط فيها العربيات ويحصل حوادث أكتر. ليه؟ لأن ده مفرق طرق زي ما سيادتك عارفة، بيفصل الاتجاهين، أنوروا ينوروا النازل... يعني يدي إشارات للي جاي إن هنا فيه صعب، صعب عشان يجيب كهرباء هنا، صعب عشان يجيب كهرباء هنا، لكن احنا ان شاء الله هنشوف لها حل بحيث ان احنا فعلا نزود علامات التحذير. نمره 2 لساتك لو بصيتي كده قدام شويه هتلاقي فعلا ان في علامه هد السرعه بالنسبه للي نازل، وبعدين لما يخلص لا في علامه ساتك واضحه، لا ده بعد ما خلاص، بعد ما عدى المفروض هد السرعه تبقى قدام. لو حطينا علامه هنا ممكن تعمل تجذب انتباه قائد السياره تخليه يعمل حادثه. ليه؟ لان حادثه بتحصل 2 على 3 من الثانيه، فلو قائد السيارة ما كانش مركز في قيادته على طول يعمل حادثة. ولذلك احنا في اعلانات الطرق حتى اللي بنعملها في الاعلانات بنراعي ان ما تكونش في مستوى بصر قائد المركبة علشان ما تكذبش نظره ونشغل ونعمل حادثة في مستوى. تسمح لي يعني اقول لحضرتك حاجة، يعني انا علشان شفت حوادث كتيرة جدا هنا وعلشان الجوابات اللي جات لنا كانت كتير برضو، يعني انا بقترح انه يبقى في هدي السرعة قدام على مطلع الكوبري، وان في مفارق جاية، وان في طريق ضيق جدا، يعني اتقال كل ده ان في طريقين جايين نفرق. هو اصلا طبيعه الكوبري زي ما بقول لسيادتك ان متاخد اتجاه واحد معمول اتجاهين، فطبيعه الحركه على الكوبري اصلها ما بتسمحش بالسرعه. هو امتى يعمل حادثه؟ اذا كان بيجري بسرعه. هو ما بيجريش بسرعه، طبيعه الحركه على الكوبري في هذه المنطقه. لسه بنجهز الشغل، طلع التاكسي فوق ال يعني احنا على كل حال يعني احنا هنزود العلامات التحذيريه. يبقى عينين القطه تملى المكان ده كله ان شاء الله، ويبقى في حاجه هنا وهي البويه بردك موجوده. هي البويه دي لا، البويه دي ممسوحه عكسه، معلش دي ممسوحه نتيجه خالص. الاسفلت، مواصفات الاسفلت مع مواصفات البويه بتخلي فعلا البويه اثارها يروح بسرعه. معلش دي عايزه صيانه يا فندم، وانا مش انا اللي بقول، احنا سكان امبابة وسكان المهندسين والدقي والهرم اللي طالعين من هنا والزمالك بيطالبوا ان احنا نحط حاجه هنا. بنستجيب لمطلبهم، بنستجيب لمطلبهم يعني، وبنحطهم تحذير اكتر، نحذرهم اكتر. هم عاوزين، هم ما تخافش عليهم، هم عايزين يتحذروا وهيخلوا بالهم هم. احنا يهمنا امن وامان المواطن. الله يخليك. فاذا كان ده هيحقق امان المواطن وامنه، فأنا ما عندناش مانع ان احنا نحط علامه واثنين وثلاثه. احنا جدا جدا بالنيابه عن الساده المشاهدين اللي بعتوا لنا. عاوزين نعرف اخر اخبار كوبري ابو العيلة. احنا سمعنا ان هو هيتهد، وبعدين قالوا لا ده احنا هنحتفظ بيه كاثر، يعني سمعنا تاني ان هو هيتهد ويبقى مكانه في كوبري تاني طالع. لا هو مش هيتهد، هو سيادتك هم هيفكوه، هيتفك الكوبري. يعني اقصد ان هو هيتفك، هنفك الكوبري يعني مش هيبقى موجود، ويترفع من مكانه ويتعمل فعلا كوبري الجديد بقى اللي هو استكمال كوبري 15 مايو، بحيث ان يمشي اتجاهين بساعته كلها. لا هو مراحل التنفيذ نتيجه الاعتمادات الماليه وطبقا للخطه والبرنامج الزمني اللي ما هو. هل هيستعمل تاني كوبري ابو العيله؟ لا مش هيستعمل، لا مش هيستعمل، هيتحل او يتشال. هيتحل او يتشال طبعا عشان يركبه تاني محتاج تكاليف كبيره. انا عايز اسال حضرتك سؤال، هنعمل ايه في الموضوع بتاع الناس اللي هم اتكلموا في البرنامج وقالوا ان هم بيطالبوا بكوبري علوي للمشاه او اشاره مرور ثانيه غير اللي عند دار الشفا؟ انا عاوز اقول لسيادتك حاجه، اولا بالنسبه لشارع رمسيس ده محور رئيسي، والمحاور الرئيسيه بيبقى صعب جدا ان الواحد يعمل فيها حاجات مروريه تعوق الحركه. ما هو في حوادث كتير جدا، في عبورين مشاه، واحد معمول
امام دار الشفاء، أيوة. واحد معمول امام مستشفى الدمرداش، أيوة. عند الابله الفدويه. عبورين المشاه دول كافيين جدا ان هم يعبروا، بيطالبوا بمشاه عبور مشاه ثانيه قبل الكوبري المطلع بتاع العباسيه، علشان انا مع عبور مشاه في هذا المكان معناه ان انا بقطع حركه المرور، أيوة. وحركه المرور قريب جدا من العباسيه منه، أيوة. واللي بيعبر في هذه المنطقه عدد قليل جدا، فمش معقول هعمل. وبعدين انا الكبار العلويه لها زي ما لها ميزتها لها مساوئها، لان النهارده واحد عنده القلب، واحد عيان، واحد مش قادر يطلع على الكوبري، وصعب جدا ان انت تقنع المواطن ان يطلع او ينزل. مشاع علوي يبقى في اشاره مرور، صعب برضك نعمل اشاره ان بقطع الحركه. ليه؟ لان بقلل زمن الوقوف او وبقلل زمن، بقطر زمن الرحله، والرحله دي بنزين واستهلاك كاوتش ووقت ضايع بيترجم لفلوس والى اخره. وبعدين شارع رمسيس محور رئيسي، المحور العرضي اللي بيربط ما بين الكورنيش وبيربط ما بين طريق النصر. هو فطبعا يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن احنا متعودين على اننا نركب محطه تمام، او يعني ما نمشيش تمام. ما بنحبش المشي تمام. لا احنا احنا عاوزين نعود الناس ان هي تلتزم بالسلوكيات، ان هو يبقى مؤمن من قراره نفسه، ويبقى الدافع عنده ان هو يلتزم، ويعرف ان القواعد المروريه دي موضوعه لامانه وسلامته، وان هو لو التزم بيها هيعود سالم لاسرته والوقت، وان هو لو خالف اي قاعده مروريه ممكن تكون تمن حياته. فهو لو عرف كده هيلتزم بالقاعده المروريه. لكن هو اللي بيحصل ايه؟ ان هو نتيجه عدم اكتراث او نتيجه عدم اهتمام بيخالف القاعده المروريه. سياده لواء فؤاد منظور، احنا بنشكرك ان احنا اخذناك من المكتب على المكان اللي احنا عاوزين يعني نساهم في ان احنا نريح فيه الجمهور، وبنشكرك ايضا انك استجبت. بتهيألي احنا هنعدي بكره هنلاقي هنا في حاجه ان شاء الله. ومن غير اسئله ومن غير اي حاجه، احنا بنهديك في البرنامج 5 دقائق. تحب تشوف ايه؟ او تحب احنا نختار زي ما انت عايز؟ لا، نشوف بقى جزء من اوبريت حراس الوطن. حراس الوطن نشوف ونسمع مع حضرتك. حراس الوطن. سيدات ساداتي، جبنا كاميرات فكر ثواني واكسب دقايق، وعرفنا انه بالفعل تاني يوم على طول بعد ما تقابلنا مع السيد اللواء فؤاد منظور مساعد وزير الداخلية ومدير مرور القاهرة، استجاب للنداء بتاعنا والنداء اللي هو بتاع الجمهور. واحنا في الموقع اللي كل يوم بتحصل عليه اكتر من حادثة في اليوم الواحد، الحقيقة زي ما احنا شايفين اخدت لون وحطوا علامتين. لكن عايز اقول حاجة، ان احنا دي تالت مرة نيجي وتالت مرة المكان ده يتعمل. ليه؟ لان كل يوم برضو بتحصل حادثة، بتيجي العربية تشيل العلامة وتطلع. اذا الموضوع دلوقتي مش في ايد المسؤولين، الموضوع في ايديكم انتم. انا بقترح يعني اقتراح على سائقي السيارات اللي هو طالع على كوبري 15 مايو من بولاق، يهدي بس السرعة، وبكده ان هو يتفادى انه يعمل حادثة، لان بالفعل المكان هنا ضيق. وعلى رأي المرور، الحارة اللي نازلة على حارة المرور اللي نازلة على الزمالك واللي طالعة على المهندسين ضيقة جدا، فاحنا نتحمل لغاية لما يتبني الكوبري الجديد. بنشكر السادة المسؤولين السيد اللواء فؤاد منظور على هذه الاستجابة الفورية، وبقول لكم مرة تانية انه هدي السرعة عشان توصل بسرعة. مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا فندم. ازيك؟ فكر ثواني. ازيك يا فندم؟ الحمد لله. فكر فندم. ايه ده؟ فكر ثواني. في ايه؟ مفيش حاجه. اسمك ايه؟ اسمي شوقي عبد الباري. همشاوي، انت منين؟ انا من بلد اسمها قلين، محافظه كفر الشيخ. اهلا وسهلا. الله يخليك. اتفرج على فكر ثواني واكسب دقايق. اتفرج والله الحقيقه. طب احنا عايزين، انا عايز اتفرج على حاجه. في حاجه يعني؟ لا، كويس. لفت نظري، وريني كده. ايه ده؟ ايه ده يا عم شوقي؟ لا ده دي دق بقى يعني، واحنا صغيرين كده كنا بنروح اسد. اسد. حضرتك رسم اسد؟ ده بيطلع؟ لا ما بيطلعش، هو دق كده من زمان. وشم؟ لا مش وشم يعني، هو زمان واحنا صغيرين كنا بنروح المولد، وكان العادات دي يعني موجوده يعني، فكان لازم الشاب الكويس اللي هو يعني الفتك قوي هو اللي يدق الدق ده. هو اللي يعني اللي يدقه يعني. الفتك يعني جامد يعني بمعنى صح. تعالى كده يا مشاوي.
يعني الشاب الجامد هو اللي يحط له يرسم له اسد. هو اللي يرسم يعني. وإذا هو كان مش جامد قوي يعني. لا يعني هي كانت كده عادات زمان يعني. يعني قوي. عادات زمان كده. عادات زمان. يعني من وانت صغير ده؟ وانا صغير. لا وانا صغير عندي حوالي من 12 13 سنه كده. من 12 13 سنه. وله باقي يا مشاوي؟ في باقي. في هنا برضو سلسله تانية اهيت. حاطط سلسله. سلسله وسبع. وريني كده افتح لي ال... بس مفيش بقى خلاص. انت مبسوط بالحكايه دي على فكره؟ مبسوط. انت هتفضل عامل ايدك كده. لو عم مشاوي. نعم يا فندم. طب لو قالوا لك مثلا هنشيل لك الاسد ده ونشيل لك السلسله دي وتلبس سلسله بقى سلسله كده يعني. لا مرضاش. ما هي برضو فيها. لا مرضاش لان ده خلاص الواحد يموت بيه كده لانه ده الطبع بتاع الراجل يعني. هو عندنا فلاحين ده طابع الراجل او دي الرجوليه يعني. طب افرض انت كبرت لقيت رسمين لك هنا قطه. لا لا هو الحقيقه لازم يكون سابع يعني. لازم يكون سابع. لازم يكون سابع. لازم يكون سابع. ما انا بقول لك افرض يعني. افرض انت كبرت لقيت رسمين لك هنا مثلا قطه او سمكه. يعني هو ده حاجه مش مقبوله يعني. قطه مقبول. قطه على راجل ما تنفعش. ما تنفعش. لكن لازم يكون سابع. سمكه. وفي ناس بقى بيدقوا هنا برضو. تعالى بس هنا كده شويه عشان ايه انا عايز اشوف ده في النور. ماشي. في ناس ايه قلت لي بيدقوا هنا مثلا الاسم والعنوان والعنوان والتليفون والتليفون. لا ما كانش فيه تليفونات. ما كانش فيه تليفونات ولا حاجه. فكان دايما يدق اسمه هنا. يعني انت لو فتحت القميص شويه. لا ما فيش. ما فيش عنوان. لا ما فيش الحمد لله. ما فيش العنوان. لا ما فيش. لكن انا بكلمك جد. نعم. انت ليه ما عملتش كده لاولادك؟ هم طبعا عشان اليومين دول و... لا عشان هم طبعا صغيرين. طب هم مش هيقولوا لك لا؟ لا هو يعني هم دلوقتي بقى في عصر التعليم وكلهم متعلمين وكويسين فيعني دلوقتي بس لما اتولدوا. لا برضو ما يعني ما حاولتش. عشان انا اعرف انه لما بيعملوا كده يبقى مثلا الام مش بيعيش لها اولاد او ان هي عندها بنات وجالها ولد تقوم ترسم له حاجات كده. لا هو كان الشباب كده دايما لما يروح المولد كان يعمل كده زمان. عندنا المولد بتاع السيد ابراهيم الدسوقي. فكنا بنروح واحنا صغيرين شباب كده. فكان لازم يعني الكل مش يدق يعني بعض منهم كده يدق. لا انت عارف والباقي خاف. دي ساعات يقول لك ايه الولد يسموه باسم بنت. لا هو ده حاجه مش مقبوله يعني. علشان هم ما الولد ولد بيع... لا مش بيعيش لها. مش لا كون ان هو يعيش ويموت حاجه بتاعت ربنا. يعني يعيش ويمد حاجه بتاعته في الريف. ان الولد يلبسه بنت او يسموه اسم بناتي او يسموه اسم غريب قوي عشان يقول لك ما بيعيش لهاش صبيان. ده الحكايه دي كانت زمان بقى. لكن دلوقتي الريف النهارده كله متعلم وكلهم ناس بيفهموا. والاسامي اللي حضرتك يعني تلاقي نسبه تعليم 95% في الريف دلوقتي. كلهم ناس كويسين. انت حافظت ان انت تخلي اولادك كلهم متعلمين. كلهم متعلمين الحمد لله. انت تفكر ثواني واكسب دقايق دلوقتي. والله يا فندم انا سعيد قوي. اسالك سؤالين. سعيد قوي ان انا قابلت حضرتك. اسالك سؤال عن السبع. ماشي. على الاسد. تقول لي الاسد من فصيله من فصيله ايه؟ قطط ولا فصيله ها؟ الاسد ده حيوان مفترس. من اصله هو... ايه؟ من فصيله ايه؟ بيقولوا ان هو من فصيله القط. هل ده صحيح؟ الحقيقه ضروري هيقول لا طبعا. انت هيصعب عليك الاسد ان هو من فصيله من فصيله القط. الاسد يبقى فصيله قط. معقوله يعني؟ هو ده حقيقي الحقيقه. انا قلت لك الحل اهو. ماشي يا فندم. ماشي حضرتك. ماشي. السؤال الثاني. نعم. تقول لي ست ام كلثوم. نعم. غنت لعبد الوهاب. غنت له التلحين هذه ليلتي ولا دارت الايام ولا انت عمري؟ لا غنت انت عمري لعبد الوهاب. مظبوط كده. تكتب خمس دقايق في البرنامج معانا. ماشي يا فندم. تحب تشوف ايه؟ يعني احب اشوف فقره كده يعني لعادل امام كوميدي. وبهديها لاولادي ولكل بلدي. وممكن تهديهم انت عاوزه دلوقتي تفكر لاولادي كلهم الحقيقه. وبعز بنتي قوي قوي لان بنتي في الكليه وبعزها قوي. ربنا يخليهم. وبهدي لها الفقره دي. ربنا يخليهم لك. واحنا بنحيي كل اهل الله يخليك واهل بلدي كلهم الحقيقه. بنحييهم. انا شاكر افضلك يا ماما ناجي والله. كلامها حلوه جميله. لا 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 هي لا لا
يلا هي. يلا هي. ايوه فكروا ثواني بقى قبل ما تضربوا. مش هرنني انتوا كده، انتوا على كده من الصبح؟ اه احنا تعبنا كده ضرب. لا احنا اسمك ايه؟ اسمي جيهان. جيهان انتوا كليه مدرسه؟ لا انا كليه تجاره بكالوريوس كمان. بكالوريوس كمان ما شاء الله. وطالعين رحله بقى، جايين منين؟ من القناطر. جميله القناطر اعتقد كده يعني. عملت ايه في القناطر؟ ركبت مثلا حمار؟ ركبت حصان؟ انا اول ما لعبت يعني وقعت على صبعي فاتجزع يعني، فما قعدت طول الرحله يعني. اتجزع صباعك؟ اه يا نهار ابيض دي ورمه. اه لا تعالى اقعد بقى تريح. قاعدين بقى كلكم مع بعض، دي رحلة انتوا اللي عملتوها ولا رحلة تبع الجامعة؟ لا احنا، لا دي الجروب بتاعنا بس هو اللي عملها. اه الجروب بتاعنا بتعملوا عشان بكالوريوس بس. قبل كمان في حاجة أساسية، يمكن اغلبنا بكالوريوس ف هنخلص، فرحلة وداع يعني. رحلة وداع يعني. لا بس اكيد بس في رحلة تاني كمان، مش يعني مش ممكن انتوا متعودين تعملوا يعني. هي دي الرحلة الوحيدة بتاعت البكالوريوس؟ المفروض ان انت كنت احنا عملنا قبل كده سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه وسنه رابعه، السنه دي عملنا دي اول رحله لينا. كل سنه رحله اكيد، وترم الاول والترم الثاني. اه في كل ترم بنعمل رحله. اه يعني في الترم الاولاني اصلهم من هواه التقديرات يعني. في ناس بتاخد التقديرات فبيحاولوا. انت بقى شغال، انت تقف وهم يضربوا. عمالين ضربوني، هروني يا حبيب شادي، هروني. اسمك ايه؟ ايفون حنا. ايفون انت برضه طالعه؟ ده بقى ايه؟ اخويا. اه ده تبع البكالوريوس. ايوه. احنا خلصنا بقى الضرب والحاجات دي. عايز اعرف انتوا ممكن تغنوا تقولوا ايه؟ نغني نقول ايه يا حنا؟ قدموا لنا، قدموا لنا اغنيه. لا بجد، اه لا بجد، انتوا على فكره بفكر ثواني يكسب دقايق. اه يعني لازم يعني مش مشكله. هو مهرج على فكره، وبعدين ايه هيهرج زياده من كتر الضرب. ممكن نغني عشان كده كنا بنضربه. لا هو بيهرج عشان الضرب. انت بتغني صوتك حلو كتير قوي يعني. زاهر طب غني لنا اغنيه وهم هيردوا عليك. لا مش هيزعل ما تخافيش. مش عارف طب قولوا غني ايه. لغايه لما نروح الحلوان بقى. مش مغرم يا ليل يا صحبه جايه. انت شكلك عايز تغني مغرم يا ليل. ها ندي هو يغني قبل ما تفكري. انا ما اغنيش، نغني كلنا. نغني خلاص، نغني كلنا. يلا لا راغب علامه. راغب علامه. راغب علامه. انت شبه راغب علامه شويه صح. يلا مغرم يا ليل. طيب كلنا نقولها مع بعض. يلا يلا. مغرم يا ليل مغرم يا ليل وسهر الليل. مغرم يا ليل يا ليل. ايوه مغرم يا قلبي وهيل مين القمر وغنى له. وقمري مش واخد باله هيل القمر وغنى له. وقمري مش واخد باله هقول قمر محلى جماله. كل ليله بشوفه جميل جميل يا ليل. تفتكروا الاغنيه دي تنفع في رحله؟ لا لا مش اغاني يا جميله. في القناطر كلنا عيلة. في القناطر رحلة جميلة. في القناطر كلنا عيلة. في القناطر بس إن شاء الله. طبعا احنا غنينا بقى ولعبنا وجي وقت الجد. تعالي تعالي تعالي. ايه كانت بترقص كمان؟ كانت عندنا مواهب. عندنا مواهب هنا. طب مش نرقص؟ لا الخطوبه كده تتفك. الخطوبه كده تتفك. لا هي ترقص مش هنذيع. مش هنذيع. مش هنذيع. هنغطي عليها. لا صعيدة. طب قولي لنا اغنيه. زي قولي لي البيت بيضة. ماشي ماشي. البدوية حليم الله البدوية ويا حي البدوية. يا حليم الله البدوية ويا حي البدوية. البدوية قالت لي يا زين يا أسمر يا كحيل العين، حط القرش على القرشين واتكي على الزر شوية. حليم الله البدوية ويا حي البدوية البدوية.
Thank you.